سائل من إيطاليا يقول: أنا مسلم جديد والحمد لله، أريد من الشيخ نصيحة، وقد كانت أغشاني وقد كان في نفسي أغشى في حياتي معاصي كثيرة، ثم آمر من الشيخ الدعاء لي بالثبات. أولا هذا السائل نهنئه بهذه الفضيلة والنعمة التي ساقها الله عز وجل له، فعليه أن يشكر الله دائما على نعمة الإسلام، وقد أنقذه الله تبارك وتعالى من جحيم الكفر إلى نور الإسلام ورحمة الإسلام وعزة الإسلام، فعليه أن يدوم شاكرا لله على نعمته، وأن يبذل جهده في التفقه في تعلم أحكام الإسلام، وفي مقدمتها معرفة التوحيد بأنواعه: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والإيمان بمراتب الإيمان بمراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. عليه أن يبذل جهده في التعلم ويتعلم فقه الطهارة تماما على أيدي من وجده من أهل العلم، وفقه صلاته حتى يأتي بها على وجه التمام، فلا يقصر في تكميل هذه النعمة بالتفقه في العبادة التي هي أصول من أصول الإسلام، ولا يكون المسلم مسلما حقيقيا إلا إذا قام بها، أي بالتوحيد وكيفية الطهارة وكيفية الصلاة وهكذا بقية الأحكام بحسب استطاعته، ونوصيه بالاستمرار على ذلك، وأن يدعو غيره إلى الدخول في الإسلام فيكسب الأجر الكثير والخير الوفير، ولا يتوقف عن ذلك. وفقنا الله إياه لفعل طاعته والتقرب إليه بما يرضيه. نعم. أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة.